أكيد نور وصلنا لمحطتنا الختامية، وبنعرف إنه هلأ أيام قليلة وبتبلش التحضيرات للامتحانات، وهذا الموسم اللي كل الناس بتستنى فيه. أنا موسم الامتحانات بنحف، لا أنا موسم الامتحانات بسمن، لا أنا بفقد تركيزي. دائما الحديث بيكون عن الحالة الصحية والجسدية والعقلية اللي هن مرتبطين بحالة الغذاء، شو ممكن تقدم لجسمك لحتى يعطيك. أكيد سلمى، ونحن بنعرف يمكن الطلاب بهي المرحلة فعليا عندهم ضغط نفسي كتير كبير وبيبذلوا أساسا مجهود مضاعف، فالصحة الجسدية إلى كمان حقوق علينا. يمكن بعض التفاصيل بنغفل عنها من كيفية التعاطي مع الغذاء اليوم، لأنه حتى حياة الطالب تنقلب، كيف ممكن ينام يسهر يدرس لساعات طويلة، فنظام الغذاء بيختلف بهي المرحلة. يعني انعكاس النظام الغذائي على طاقته الجسدية والعقلية والنفسية رح نحكي عنها أكثر مع الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية في الصحة العلاجية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، بعد زمان اشتقنا لك. وأنا كمان أكيد اشتقت. يسعد صباحك الدكتورة نور. خلينا نبلش يعني العشوائية سواء بالوجبات أو حتى بالنقرشات اللي بتكون بالأيام العادية، الأهل بيحاولوا يضبطوها بفترة الامتحانات. يعني إذا مسموح يأكل كل شيء نقرشات، شيبس، بيبسي، أي شيء بده إياه، بس لا فترة الامتحانات بدي أعمل لك نظام غذائي. أول شيء مدى صحة هاي الخطوة؟ صح إنه أنا فجأة قرر إني بداية سلمى قلتي بشكل عشوائي، فنحن بنعرف من هاي الجملة إنه نحن حياتنا أساساً ماشية بشكل عشوائي. هلأ الأهل كتير بيرتكبوا صراحة أوقات جرائم بحق الأطفال بلا ما يعرفوا، من ناحية الصحية الجسدية النفسية الفكرية من جميع النواحي. هنبلش مبدئياً بالناحية الصحية، لأنه أنا بهمني إني أحكي عن كل النقاط يلي بتخص الطفل صراحة من التغذية الصحية الجسدية النفسية، لأنه أنا اللي عم شوفه صراحة جهل فظيع بهي الناحية. ونحن بصراحة بدنا نربي جيل ما أنه متخلف ولا فاشل، نحن بدنا نربي جيل ناجح، دكاترة يساعدنا يعني يساعدنا نطور حالنا وحياتنا بالأجيال القادمة. الفكرة وين؟ أنه نحن نوع الغذاء، أو أثبت دراسات كتير، مو دراسة دراسات، أنه نوع الغذاء إله علاقة بشكل مباشر بالقدرة العقل على التركيز. صحيح. والقدرة الذهنية. يعني يا الأكل بخلينا نصير أكثر ذكاء وأكثر تذكر للمعلومات أو لا. كل ما كانت الأطعمة مليئة بالدهون، مليئة بالنشويات والسكريات الضارة، كل ما كان القدرة على التركيز القليلة عند الطلاب، وخصوصاً الأشخاص اللي بيطعموا أولادهم أول ما بيفوقوا يعني بيصبحوهم بفنجان مثلاً ميلو أو هدول الأشياء اللي كتير فيها سكريات عالية، شوكولا، ساندويشتين بدل ساندويشة واحدة، فهون نحن تخيلي طيب بس طيبين كل شيء مرغوب، خصوصا الميلو نحن وصغار هذا المشروب المفضل، مشروب الاقوياء. صح، بس في كمان مشروب الاقوياء هو سبانخ. باباي ما حدا بيحبها. هذا خذي بقى اقنعي الطفل يشرب سبانخ. يلا تفضلي اقنعي. نحن 20 يوم قبل الامتحانات، ما حد غير عادات صار لها سنين موجوده بالبيت وموجوده عند الطفل. اللي نحن بدنا نركز عليه انه هو نوع الاكل كثير بيلعب دور بالتركيز عند الطفل. اذا كنا عم ناكل مثلا الصبح مثلا رغيف او رغيفين خبز مع لبنه جبنه مسبحه بيض من كل الانواع، شو بصير عنا؟ صح بصير عند الطفل طاقه ونشاط، بس هي طاقه ونشاط بشكل مؤقت. نحن عم نرفع الطاقه بشكل مؤقت، عم نعطيه طاقه لمده نص ساعه ساعه ماكسيموم، بعدين بصير عنده خمول تعب. فنحن بنعطيه الأشياء يلي فيها طاقة. الأشياء اللي فيها طاقة منفوت بداية نسبة البروتينات، لازم نرفعها نسبة البروتينات قبل فترة الامتحانات وبعد فترة الامتحانات، إن كانت بروتينات نباتية أو حيوانية، من العدس، من الحمص، ممكن نحن من السبانخ موجودة كمان عندنا، من مصادر حيوانية مثل لحم الدجاج، ديك رومي، تونة، هدول الأشياء كلياتها مفيدة، بتعطينا شعور بالشبع وطاقة وبتعطينا نشاط. ما في طفل يجي يقنعنا انه هو قاعد 10 ساعات على الكتاب. دراسات اثبتت انه الطفل ما بيقدر يركز اكثر من 60 دقيقه
بالساعة يعني الساعة الواحدة هي كافية بس متواصلة نحن كل ساعة صحيح. لازم الطفل يعمل بريك من 5 لربع ربع ساعة يعني 5 دقائق ل 15 دقيقة ياخذ فيها بريك يتمشى بالبيت ينشط حاله وياخذ فيها شيء مغذي مثلا قطعة تفاحة بردقانة ياخذ فيها شيء سناك صحي مو شوكولا شوكولا نحن ما فينا أختي شوكولا طيبة بترفع هرمون السعادة بين التحيز هلا بس شو بس بشكل مؤقت كل شيء نحن بنعلمه لأطفالنا باللاوعي يعني من نحن وصغار انه نحن نتعود عليه باللاوعي هذا بدوم مع الشخص وبكبر هذا بدوم بس هي لما يكون بالبيت لحاله وبقى لما يروح بقى على المدرسه والروضه هون الانفتاح انا قديش فيني اعمل اعتدال يعني هلا لما نقول شوكولا فينا انا مثلا شوكولا المره شوكولا السوداء فيني انا ادخل بعض القصص مثلا روح للسكريات لما نحكي عن الفواكه المجففه يعني في بدائل بنفس الوقت ما احرم لانه في محيط يعني صح. بيلعب دور حتى لو قد ما ضبطتي للطفل بس بدك تعملي كنترول يعني أنا عندي طفلة إذا بدك ما سورية بس ما أنا مربية هون مربية بالسويد تعطيها شوكولا ما بترضى عندهم يوم فري بس من الأسبوع تعطيها تفاحة بتطير عقلها نحن هذا اللي أنا عم بحكي لعادة نربي أولادنا على الشيء اللاوعي يعني إحنا كل عمرنا بنقول له إذا بتجيب 10 أنا رح أشتري لك شوكولا رح أشتري لك ثواب والعقاب أنا لما كانت مربوط أنا صحيح. وصغيرة ماما تقولي بتروحي على دكتور لسنا عم أشتري لك بوزة أما أنا كانت تعجبني دائما نربط المكافأة بالأكلة الطيبة السيئة لازم نربط دائما المكافأة بالشيء الصحي اللي مو متوفر دائما يعني أنا مثلا مو متوفر بكل بيت كل يوم أناناس صح بس أنا بقول له مثلا إذا أنت بتجيب علامة كاملة أنا بجيب لك أناناس شيء ما إنه متوفر بنفس الوقت صحي هلا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم امتحانات بيلجأوا كمان لشرب الكافيين كتير صحيح هذا كمان معلومة كتير مهمة إنه نحنا ما لازم نبدأ نهارنا من فنجان قهوة أو فنجان شاي إنه كمان الشاي فيه كافيين نحاول نبلش بمي أنا بفضل مي إذا ما بنقدر بس الولد ما بحب المي ممكن نعطيه عصير بس عصير طبيعي ما نوع عصير صناعي السكريات الموجودة بالعصير الطبيعي هو جلوكوز سكر طبيعي نحن بحاجة بيعطينا بنحرق بسرعة أما العصائر المصنعة اللي هي فيها سكريات عالية هي صراحة لا إلى فائدة وبس فيها سعرات حرارية وبتخلينا دايما انه نتعود عليها وهي ما لها اي فائده نحاول الكافيين اوقات بيسالوني ايمت انسب وقت لناخذ قهوه او كافيين انسب وقت نحن لما بنفيق بيكون عندنا نشاط وطاقه وهيك بتبلش بتخف بعد الساعه 11 12 هون ممكن انه نمرق فنجان قهوه الصف التاسع او البكالوريا يعني بهذا الوقت بصير هن بيشربوا بيلجأوا للكافيين ليضلوا مركزين ترجع ناخد طاقة ونشاط ترجع بتنزل بالساعة 4-5 هون ممكن ناخد أنا بتذكر بالصف التاسع أخذت فنجان قهوة ضحك علي إذا أخذتي قهوة بتضلي سهرانة للصبح نمت بتضلي سهرانة للصبح أنه مركزة بالدرس أنا شربتها من هون نمت بالبكالوريا تطورنا شوي أخذنا مشروب طاقة على أساس مشان نبقى مصحصحين كمان اخذته من هون نمت فنحن هي اذا بدنا ندخل اساسا هي النوع من المواد ما بصير ندخلها بشكل مفاجئ بوقت الامتحانات مفروض انه نحن نكون متعودين عليها بس اكيد هي سيئه وعاده سيئه جدا صحيح. هلا بدي احكي على توزيع الوجبات هو كثير مهم لازم كل ساعتين ثلاثه نحن ناخذ وجبه مختلفه عن الثانيه ليش لانه نحن المعده لما بتفضى بتصير هيك يعني بلش بتخلي المخ يفكر فيها كمان غير هيك انه بيبدا الدماغ بيفقد الطاقه اللي هو نحن بنحصل عليه من السكر السكر اللي بناخده من الاطعمه يعني السكريات الطبيعيه لما بنقول سكر مو سكر ابيض ابدا ولا سكر مضاف لانه هذا ولا ما له اي فوائد كثير بيجوني السيدات بيقولوا لي انه بناتي عم مثلا عندهم صف تاسع ما عم يقدروا يركزوا لاخذوا سكر او شيء حلو او ثلاثه هدول ظروف النسكافيه مع كافي ميت وهدول الاشياء السيئه هي ما بحياه على السكر عم ينزل السكر عندهم لانه ما عم ياخذوا سكر سكر بحياته ما كان له اي فائده السكر صحيح. الصحيح الطبيعي بناخده من الفواكه هو اللي مفيد لصحتنا ناخذ تمر ناخذ زبيب ناخذ البدائل يعني فواكه 100% السناكات لازم كل ساعتين لثلاثه وكمان شرب المي مهم كثير حتى ما نجوع نضل عم نفكر بالاكل والنقرش اكيد طيب هي بالنسبه للوجبات المتفرقه خلينا نروح للوجبه الاساسيه اللي هي الام كثير بتهتم فيها اللي هي وجبه الغداء تمام يعني فبتقول بدي اعمل له اكلات تقويه
بتبلش باب الاكلات الدسمه والاكلات اللي بدها وقت لتهضم، اللي بتعمل تقل، اللي بحس حاله ممكن ساعتين ثلاثه راح نهاره وهو مو قدران يهضم الاكل. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه لا هو مو ما بدي اعمل له ريجيم، بس بدي اعمل له نظام يقدر يعطيه طاقه وبنفس الوقت يسد جوعه. هلا نحن متعودين على مقوله العقل السليم بالجسم السليم. صحيح. والجسم السليم والصحي بيجي من نوع الاكل الصح. نحن لما بيكون الصحن منوع، اللي هو اول شيء بنبلش فيه بالالياف اللي هو بالسلطه، اذا ما حدا ما بحب السلطه فينا نقرش خيار، خس، فليفله، اي نوع من الخضار نبدا فيه. بعدين لازم يكون الطبق بيحتوي على اي نوع من البروتين ليعطي شعور بالشبع. مثل ما قلنا بروتينات نباتيه متوفره بكل بيت، بروتينات الحيواني ما متوفره بكل بيت، بس موجود عندنا بدائل. تمام، يعني نحن عندنا تقريبا 200 جرام من العدس بيعادل 100 جرام من الدجاج، فنحن هذا الشيء كمان في عندنا يعني القدرة الشرائية صح خفت، بس هي ما نعزل عن الواقع. صحيح، ما نعزل موجود مثل ما قلت لك، في دائما بدائل صحية وتكلفة قليلة. يعني صحن مجدرة ضروري ممكن يغني بس نحن ما نكتر زيوت ونكتر دسم ونكتر زيت. أدي لما الواحد بياكل صحن فول هيك مدمس ودسم وفيه زيوت كتير، صح الزيت فيه أوميجا 3، صح هو مفيد للذاكرة ومفيد للقدرة الذهنية، بس بالنهاية كمان لما بيكون كمية كبيرة مع الفول هيك ممكن الشخص يترخم، ما عاد يدرس، ما عاد يقدر، ما عاد يعني نحن الكبار بيوقف دماغنا عن التفكير كيف الصغار. فنفس الشيء بدنا يكون الصحن مقسم فيه ألياف خضار، فيه بروتين، مصدر من البروتين ومصدر للنشويات. النشويات إذا شخص عن جد حابب إنه يلتزم ويكون عنده طاقة، إذا البنات لازم يكون ياخذوا نص رغيف خبز، الشباب رغيف الضعف لأنه طاقتهم أكبر. بنفس الوقت إذا فينا ناخذ برغل أو رز أو معكرونة مثلا، بس تكون الكمية قليلة. يعني نحن ما إذا هالوجبة رح نرجع ناكل وجبة ثالثة وثانية ورابعة، بس نحن بدنا نفهم إنه هاي الوجبة مو آخر وجبة حناخدها خلال النهار، يعني ما ناخدها للتخمة. دايما نخلي شوية مكان لحتى نرجع ناخذ بعد ساعتين سناك، يعني ما ناخذها للشبع، دائما نقوم عن الوجبه قبل ما نشبع بشوي. لا نحن الاكل على قد المحبه، تمك تاكل لحتى لحتى خلص ما عاد فيك تقوم. الامهات كل شوي انه حبيبي عم تدرس انت لازم انا طعميك. هلا الامهات دائما بحسسوكي انه انت ما عم تاكلي، يعني الام هي بتعبر عن محبتها بالاكل، امهاتنا بالاكل بطريقه وهي بتعني لهم بشكل كبير. بس شو هي الاخطاء الشائعه اللي بيقوموا فيها الامهات من خلال التغذيه؟ يعني انا بربط يمكن الاكل له علاقه كمان بالذكريات والطفوله، يعني الام بتعبر بهي الطريقه. صح. بس بعض الاخطاء اللي لازم لا نوقف عندها فعليا بهي المراحل، لانه بنعرف في بعض الاكلات فعليا بتنشط الذاكره، بتلعب دور كثير كبير فعليا بتحفيز الذاكره. اليوم هلا نحن الله خلق لنا كل شيء بهالكون له شيء مقابل له بالطبيعه، يعني نحن الدماغ شيء اللي بيشبهه جوز. هو الجوز، فالجوز بنربطه دائما بالدماغ اللي هو بيقوي الذاكره. الكلاوي بتشبه الكليه، بتشبه الكلاوي الفاصوليا، الكلاوي عيش خانم معناتها هي مفيده لصحه الكليه. السبانخ كل شيء لون احمر، بندوره، فريز، فليفله حمراء، شوندر، كل شيء لونه احمر بيشبه لون الدم، فهو مفيد للدم ولتقويه الدم. الحديد مثلا بيقولوا اللي بياكل السودا بيقوي، اللي الشخص عندهم فقر دم ياكل سودا. ما في شيء بهالدنيا ما بيشبه شيء بالطبيعه. فنحن بدنا ندور شو هي الاشياء اللي بتشبه اعضاء جسمنا وبنصير بنطعميه لقبلنا. فنحن مثلا الاخطاء الشائعه انه نحن بنعطيه عصائر صناعيه، العصائر الطبيعيه هي طبعا احسن، والاحسن من هيك هو المي. نعطيه حليب كامل الدسم، من مفهومنا انه الحليب كامل الدسم ممكن بيقوي عظامنا وصحتنا. دراسات الحديثه اللي عم تطلع حديثا كل شيء حليب ومشتقاته في امراض معينه حيكون ممنوع عنا، هي سيئه، الى دور سيء من الـ من الـ من, من اكثر من الحليب مثلا بلا دسم. اللي ما بياخذ مشتقات حليب يكون احسن من اللي بياخذ مشتقات حليب. الاشخاص على حسب امراض مثلا هرمونيه، مثلا الشيء اللي ما حدا بيعرفه مثلا او كثير ناس بتجهله انه الفليفله الخضراء فيها فيتامين سي 10 اضعاف من الـ من الـ
البرتقال البرتقال صحيح نحن والبقدونس فيه حديد اكثر من صحيح 100% في اشياء نحن بنعرفها بس باللاوعي تبعنا بنعرفها بس ما بننفذها والامهات بدهم يعني يا اللي عم يبكي بدها تسكته لابنها بتعطيه شوكولا بتعطيه شيء حلو او بونبون يا اما اللي بدها على اساس عم تدلل ابنها فبضل عم تجيب له فاست فود وساندويش من السوق يا اما اللي بتخلي دائما هدول التطبيقات تبع طلبات الاكل عند الاولاد فبضلوا عم تخليهم يشتهوا يطلبوا هذا الشيء اكيد مرفوض الشيء الاهم من هيك نور صراحه انت لانه ماما فبيهمك هذا الموضوع انا مصره احط لها لبنتي كل شيء مفيد باللانش بوكس لو ما بتاكله اخر شيء بتضطر بحط لها اياه كل يوم كل يوم بتضطر يعني الفليفله ما بتاكله بحط لها بعد يومين بتلاقيه مضطر شوفي مصره يعني الام بتلاقي اي شيء فيه فائده لو الولد مصره تحط له اياه صح بس هلا مثلا ممكن تكون عندك خلفيه علميه او ممكن مثلا تحاول كثير اشخاص بهذا المجال لهيك بتعرفي معلومات في كثير اشخاص ثانيه ما بتعرف ما صحيح لهيك نحن دائما بنحكي عن وغير القصص. هيك الشيء الاهم انه نحن يعني الطفل ممكن ليغير عاده بحاجه ل 21 يوم للعقل الباطن يغير عاده فانا اذا معوده ابني كل يوم اعطيه شوكولا بعد 21 يوم عم بعطيه بدل الشوكولا تفاحه اجباري بده يتعود على التفاحه صحيح هينسى طعمه الشوكولا بصير كل اسبوعين ثلاثه اربعه مره بعطيها ما في مشكله ما بحرمه من شيء بس الكميات قليله صحيح. بس انا يعني عن طريق منبركم انا بحترم التلفزيون الاخباريه صراحه بدي اوصل رساله جدا مهمه لانه انا اذتني نفسيا نحن عم نطالب الطفل بعشرين يوم يدرس ويجيب علامات ويركز نفس الطفل هذا يلي هو من قبل عشرة أيام كان بالعيد ماشي بالشارع وشاف ولد بالشارع عم يشتغل على عم 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 يشتغل على مرجوحة عم يطلع 5000 ليرة باليوم نفس الطفل يلي عم يشوفه عم يدخن بساحة المراجيح نفس الطفل يلي نحن طالبين منه يجيب علامات نفس الطفل عم ينزل عم يشوف حدا عم بنت صغيرة عم تتعرض للتحرش بساحات الألعاب هذا الطفل كيف بده يكون عنده هدف لبعدين يصير دكتور ويصير مهندس ويصير محامي وا 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 إذا عم يشوف إنه النجاح سهل عنده طريق إنه جلب في طرق ما أنا منيحة سهلة تماماً الأم شو بتعمل؟ إنه بتكافئ الولد إنه نحن إذا أنت درست حنزلك على ساحة العيد طب ساحات العيد ما لازم تكون منظمة لازم تكون موجودة بحدائق خاصة تكون منظمة مثلاً مثل رمضان ماركت كان مثال للنجاح كثير حلو صحيح أما ساحات العيد العشوائية ما فيها سلامة إنشائية ما فيها حتى الأغذية اللي عم تنباع كانت سيئة جداً أنا انأذيت نفسياً لما نزلت وشفت بعيني صراحة دمعت عيني قلت معقول نحن بال 2023 والعالم عم تتطور والعالم عم تمشي في حدا لسه مصر إنه نحن نضل بهي الحالة العشوائية التخلفية وينضل بحالة فشل الأهل يلي شفتهم طبعاً كل أولاد ما في معاهم أهل طب هن بيرضوا إنه أولادهم يروحوا ويتعرضوا للتحرش ويتعرضوا المرجوحة اللي عم تقلب قلب وهي مثبتة بكياس الشمنتو ما في سلامة إنشائية البنت اللي أنا شفتها بعيوني التنتين عم تتعرض للتحرش هو هذا كله لازم بيندرج ضمن الأعياد بأنه نحن في عنا أيضا جهات معنية بالمحافظة مثل الشرطة والمحافظة ودائما هن بيحطوا أرقام بس للأسف دائما برجع بقول لك في كتير ناس ما ممكن أنت هلا حكيتي بس في غيرك كتير ناس بيمر بيقول هذا مشهد يومي ما بيتأثر فيه ما بيحكي على دور الأهل بالموضوع صحيح الأهل اللي عم ياخذوا أولادهم عم يعودون على اللا انضباط هذا اللي أنا بدي وصله أنه هن عم ياخذون على مكان غير منضبط لما أنا باخذهم على مكان فيه انضباط عم بقطع لهم التكت عم باخذهم أنا درست رحت قطعت لك تكت عودتك أنه أنت تمشي بنظام معين صحيح. فإذا أنا ضبطتك برا البيت فأنا حضبطك بالمدرسة بالجامعة حتجيب علامات عالية حتقدر أنت توصل وكله هذا النظام متكامل صحة النفسية نحن عم نأذي أولادنا بطريقة
قاتلة صراحة. الأولاد اللي عم يجوا لعندي ثلاث أرباعهم مريضين نفسيا من وراء أهاليهم وطريقة تعاطيهم معهم، عم يصيروا يشوفوا إنه شو ما عملوا أنا ما عم برضي أهلي، عم يعني عم يعملوا جهدهم نقدر لهيك بتفششوا بالأكل. تماما بتفششوا بالأكل، بياكلوا بشكل عشوائي. أنا بناء على كلامك أنا احترمت امبارح مثلا القرار طلع من محافظة دمشق إنه يقوموا جميع الباصات اللي موجودة بالبلد، هذا مظهر حضاري جدا ورقي، لأنه في البعض اختلف معك لأنه هو صح. يعني رزق لبعض الأشخاص عليهم تأمين صحات خاصة فيهم. هلا يعني وقتنا خلص والموضوع توسع بنضم صوتنا لصوتك، لأنه اليوم تربية الطفل هي مسؤولية كتير كبيرة، الرعاية لا تتضمن تأمين اللباس والمأكل، هي رعاية صحية ونفسية. فأكيد يعني نحن اللي ما عم نفهمه إنه نحن نجيب أولاد ونزتهم، صحيح الأولاد هن الأمانة برقبتكم. أنا بحكي عن التغذية الصحية، بس قبل التغذية الصحية في التغذية النفسية هي مهمة أكثر من التغذية الصحية. دائما مبسوطين أنا معك ونحن بنضم صوتنا لصوتك، ويمكن وقتنا خلص بدنا نختم، ودائما الحديث بقية في محطاتنا الصباحية القادمة. شكرا، يمكن حلقة ثانية نحكي فيها مو بس عن الأكل، نحكي فيها كمان بشكل موسع الصحة النفسية قديش ضرورية شريكة مع الغذاء. أكيد شكرا لك نور، وبتشكر كمان الإخبارية لأنه عن طريق منبركم أنا وصلت فكرة كتير مهمة لازم كتير من الأهل نحكي عنها كمان بمحطات قادمة. أكيد وأنا بوجه كمان للجهات المعنية أنه نحن ما عاد بدنا نفشل، نحن بدنا نصير جيل المستقبل، بدنا نتطور. هدول مظاهر التخلف نحن ما عاد بدنا اياهم صراحة. ولا يهمك، شكرا كثير لك نور. شكرا لك نور.